راح يتم الان سحب طبعا الفرعه بالنسبه حق 30 الشقح وال 50 راح يسحب 7 من الشقح و7 ايضا الشقح ال 50 ان شاء الله. رقم 4 زياد المقنع. زياد المقنع نعم. رقم 4 زياد المقنع فئه 30 الشقح. رقم 17 عبد الله بن رشاش. عبد الله بن رشاش رقم 10. رقم 10 حسين زين العجمي. رقم 10. رقم 2 طلاب مصيول. رقم 14 سعد الهجيني. رقم 14. رقم 11 سعود جلال الدوسري. رقم 13 علي مسعود الروضه المري. يعطيكم العافيه. هذا الحين تحكمون ال 30 ان شاء الله شفيات الشقح. رقم 8 خلف سعود المطيري. 50 فئة 50 يا خالد. رقم 1 سعد بن ملفي. رقم 6 مشعل ردن المطيري. رقم 7 صالح لطيف الرشيدي. رقم 12 مسفر معدي العتيبي. رقم 3 خالد شجاع السبيعي. جماعة بس في الأقارب يعني بالنسبة حق فئة 30 في جبيل مشارك وحكم 50 زين يتم استبعاد الحكم واختيار حكم بدالة ثاني بالنسبة حق الاثنين اطلعوا. رقم 9 سبعة. بس احمد نايف بدال مشعل ردن. بس تم استبعاد طبعا عشان الاقارب صار بدال احمد نايف. الله يجيك ما نشوف طيب. يلا موفقين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. بدايه كريمه موفقه ان شاء الله لفئه ال 30 الشقح لدوله الكويت. وفي هذه المشاركه الان لكافه اخواننا المشاركين سواء كان من دول مجتمع الخليج العربي او من دوله الكويت في متابعتهم وحرصهم لهذا المساء بعد ايضا هذا الحداث ثلاثه ايام للوفاه لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه. واليوم بدايه كريمه موفقه لكافه اخواننا المشاركين من لجان مختصه بدورهم الفعال والناجح ومعي طبعا عن خالد بن فلاح لأداء الغسم لكافة إخواننا المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مزاين الإبل الشقح فية 30 الكويتيين فقط. معنا الآن مالك الإبل مبارك بن محمد بن ناصر الشهري لأداء القسم. أقسم بالله العظيم أن الإبل تعرض أمام اللجنة أنها إبلي ولا شاركت فية أخرى إلا المسموح بها ولا لي فيها شريك إلا الورثة الشرعيين بارك الله لكم وبارك الناموس. الله يجزاك. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار أعزائي المشاهدين ما زلنا نتواصل معكم ومع القسم لهذا اليوم. صبحك الله بالخير. يا مرحبا صبحك بالخير والعافية. اليوم عندك القسم. اليوم عندنا القسم مزاين الإبل الشقح فية 30 للكويتيين فقط. معنا المالك أحمد مطلق راجح المطيري لدى القسم.
أقسم بالله العظيم أن البلي تعرض أمام اللجنة أنها إبلي وابن إخواني ومتقيدا بالشروط وأنها ما شاركت في فية ثانية إلا المسموح بها ولا لي فيها شريك للورثة الشرعيين وريث فيها للورثة الشرعيين. بارك الله لك وفايك الناموس. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار أخو مريم عسى كل خير فعلها. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار أخو مريم عسى كل خير فعلها. أحمد الله بكر الوسم عدنا لكم مجددا مشاهدين الأعزاء ومع القسم ومع لون الشقح لهذا اليوم 30 كويتيين ومع ثالث الأخوة المشاركين والقسم. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مزاين الإبل الشقح في 30 الكويتيين فقط. معنا الآن مالك الإبل فهد بن عبيدة بن مطلق الهرشاني لدى القسم. أقسم بالله العظيم أن الإبل الذي تعرض أمام اللجنة أنها إبلي ولا شاركت في فية أخرى إلا بالمسموح به ولا لي فيها شريك إلا الورثة الشرعيين إلا إخواني الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. الله يجزاكم خير. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار عدنا لكم مجددا مشاهدينا الاعزاء ومع القسم لهذا اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله. مزاين الابل الشقح في 30 الكويتيين فقط. معنا الان متعب بن حزام بن شبيب العجمي لدى القسم. اقسم بالله العظيم ان الابل تعرض امام اللجنه انها ابلي ولا شاركت في فئه اخرى الا المسموح به ولا لي فيها شريك للورثه الشرعيين بارك الله لك وفالك الناموس. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار مزاين الإبل الشقح في 30 الكويتيين. معنا الآن المالك أحمد نايف عبد الله أبو شيبة لدى القسم. أقسم بالله العظيم أن الإبل الذي أمام اللجنة أنها إبلي ولا لي فيها شريك إلا الورثة الشرعيين ولا شاركت في فية ثانية إلا المسموح بها بارك الله لك وفالك الناموس. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار أخو مريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مجاين البل الشقح فية 50 للجميع. معنا الان مالك الابل موسى عبد العزيز عبد الله موسى لدى القسم. اقسم بالله العظيم ان البل الذي امام اللجنة انها ابلي ولا شاركت في فية اخرى ولا لي فيها شريك الا الورثة الشرعيين بارك الله لك وفالك الناموس. الله يبارك فيك ويسلمك. مشكور. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار خوم مريم عسى كل خير فلها. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار خوم مريم عسى كل خير. جاينا لبل الشقح فية 50 للجميع. معنا الان المالك لدى القسم مطلق ابن عبد الله بن مشعاب المطيري. اقسم بالله العظيم ان البل الذي امام اللجنة انها ابلي ولا شاركت في فية اخرى ولا لي فيها شريك الا الورثة الشرعيين الا عيالي فقط. عيالك الورثة الشرعيين بارك الله لك ان شاء الله وفالك الناموس. جزاك الله خير. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار خو مريم عسى كل خير فلها. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدأ التحكيم عندنا 30 الشقح، عدد دخلوا 6، تم استبعاد 1 العبثة. شكرا للجنة العبث على استبعادهم 1 مشاركين. المرة هذه ما نبذاكرين اسمه، بس أي واحد يعبث بعد اليوم راح يعلن اسمه وشاطبه من المشاركة. تم استبعاد 1 المشاركين وبقى 5. الخامس فهد عبيد الراشد، الرابع أحمد مطلق راجح، الثالث متعب بن حزام الحثلين، الثاني مبارك محمد الشهري، الأول أحمد نايف أبو شيبة. سلام. عندك نتائج 50. الأول موسى عبد العزيز الموسى، الثاني مطلق عبد الله الشريف. مبروك للجميع وشكراً للجان التحكيم على حسب الثقة وموفقين. الله يوفقنا وإياهم.